عبد الله عبد السلام يا نجم النجوم. سلام حبيبي يا كابتن شوقي. يا عبد يا جميل. ربنا يعزك، ربنا يخليك يا ابو كباتن. ايه الجمال ده والحلاوه دي يا عبد الله؟ اسطوره تاني. اسطوره كمان، اسطوره واحد واسطوره اتنين. تحيات محمد فارس، تحيات احمد اسامه ليك، تحيات كل الجماهير، تحيات كل فريق العمل. مبسوطين جدا يا عبد الله، فرحانين جدا جدا، عملتوا حاجه جميله، حاجه ممتازه، وان شاء الله عندنا امل في الله ان انتوا هتكملوها بكره بالفوز على الفريق الايراني باذن الله. ربنا يخليك يا كابتن شوبير، برحب طبعا بضيوفك وحبايبي واخواتي طبعا. مبروك يا اسطوره. الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. وطبعا دي بدايه لينا ان شاء الله، مش يعني مش اخر حاجه طبعا. زي ما حضرتك عارف يعني تعبنا الفتره اللي فاتت جدا، جايين قبل كاس العالم باسبوع، في مشقه في السفر، في تركيز، في جهد، في تعب من اول يوم جينا. طبعا الماتش ده كنا بنلعب عليه ومركزين فيه، فزي ما حضرتك شفت والساده الجماهير وكل الناس طبعا التركيز زين، والجهد والتعب والروح والحب اللي بين الفرقه ده اللي بيولف الاداء الجميل. حضرتك شفت النهارده دوت، واول فوز لينا، وان شاء الله تبقى بدايه كده خير لينا في كاس العالم ان شاء الله، وربنا يكرم في اللي جاي باذن الله. طيب يعني اللحظات الصعبه في اللقاء، يعني لازم تقول لنا، يعني لانه الاشواط متقاربه 25 23 23 25 25 21 بعدين 27 25. اعتقد المباراه اللي بتمشي بونت بونت دي بتبقى صعبه قوي يا كابتن عبد الله. طبعا يا كابتن شوبير، طبعا بالذات الجيم الاخير، الجيم الرابع، كنا احنا فرق اثنين لينا، كنا 21 19. طبعا فريق برايا رجع تاني للمباراه وبقى الليدنج علينا بونت، وخلاص ده وان فور ذا جيم ليهم. بس الحمد لله يعني في عزيمه وفي اصرار وفي تركيز، والناس يعني مصدقه ليها تكسب، ودي يعني مطالبه جدا وموجوده جدا عندنا في الفولي، اللي انت لازم تكون لحد اخر نفس مصدق ان انت هتكسب. والحمد لله رب العالمين، يعني من البدايه لحد النهايه، حتى لو كان في شد وجذب الاصوات كلها طبعا. نعم. فريق محترم، فريق برايا طبعا عنده لعيبه محترمين كتير، الحمد لله رب العالمين. يعني الفولي بقت صعبه قوي يا عبد الله. يا كابتن الفولي بقت صعبه قوي، ضربات الارسال وال يعني اتغيرت اللعبه، اتغيرت تماما. طبعا انا يعني الفولي يعني بحكم خبرتي فيها من اصعب الالعاب الجماعيه طبعا الموجوده في الالعاب الجماعيه. زي ما حضرتك شفت يعني الارسالات بقت قوتها بقت اسرع، اطوال اللعيبه طبعا بقى مش زي الاول، في قامات كبيره وفي لعيبه مميزه كتير، وطبعا التكتيك اختلف وسرعه اللعب اختلفت، وكل يوم طبعا في جديد في البولي، والحمد لله رب العالمين. يعني اختار شخص واحد تهدي له هذا الانتصار. انا طبعا يعني امبارح كان ولد، امبارح كان يوم وفاه والدي رحمه الله عليه. الله رحمه الله. طبعا بهدي له البوز يعني رحمه الله عليه، ربنا رب يرحمه ويجعل مثواه الجنه يا رب. وبعد طبعا امين للعيبه الرجاله والجهاز الفني ونصرتي اللي مدعماني دايما وكل وقت، وجميع النادي الاهلي المحترمين اللي مدعمينا على طول من اول يوم، ولحضرتك ولكل اللي معاك. مبروك يا عبد الله، وتحياتي لكل الفرقه الحقيقه. كلمناك وكلمنا احمد صلاح وسعداء جدا، وكلمنا دكتور مهند مجدي رئيس البعثه، ويا رب من نصر النصر ومن الفرحه الفرحه. اسيبك بقى ترتاح شويه، وربنا معاك يا رب ان شاء الله كابتن عبد الله.